شهادات المجموعة ألف وب انخفضت اليوم ما بين 0.25% ل4.25%. تعرفين الشهادات دي ملك لبنك الاستثمار القومي واللي بيصدرها البنك الأهلي المصري. هنتكلم في الحلقة دي على شهادات الاستثمار المجموعة ألف وب وجيم ونسبة الانخفاض اللي حصل في الشهادات والتوقعات على باقي الشهادات في القطاع المصرفي أو في البنوك المصرية. تعالوا معنا. شهادات المجموعة ألف وب اللي بيصدرها البنك الأهلي المصري انخفضت ما بين 0.25% ل4.25%. الشهادات دي بيصدرها البنك الأهلي المصري وهي ملك البنك الاستثمار القومي. الشهادات دي بياخدها بنك الاستثمار القومي، واحنا عاملين حلقة كاملة على بنك الاستثمار القومي تقدروا تشوفوها على القناة. الانخفاض اللي حصل اليوم كان بالنسبة لمجموعة ألف انخفضت 0.25% وأصبحت 9.5% بدل ما كانت 10.25%. زي ما حضراتكم عارفين ان الشهادات دي بتبدأ من 100 جنيه، يعني انت تقدر تشتري شهادة ب 100 جنيه وتشتري المضاعفات زي ما انت عايز، مفيش حد أقصى. وعشان خاطر تقدر انك انت تستثمر في الشهادات دي لازم يكون ليك حساب في البنك الأهلي المصري، لأن العائد اللي بينزل من الشهادات دي بينزل في الحساب بشكل مباشر. بالنسبة لمجموعة ألف دي مدتها 10 سنين، والعائد بتاعها يصرف نهاية ال10 سنين، يعني بعد 10 سنين بتاخد العائد زائد أصل المبلغ. العائد بيتم حسابه إزاي؟ العائد بيتم حسابه أصل المبلغ زائد الفايدة اللي هي 9.5% في نهاية السنة، يضاف الفايدة لأصل المبلغ ويتم استثماره في السنة الثانية. في نهاية السنة الثانية بيطلعوا الفايدة اللي هي 9.5%، في بداية السنة الثالثة بيضاف الفايدة زائد المبلغ اللي تم استثماره في السنة الثانية، وهكذا حتى نهاية السنة العشرة، واحنا شرحين بمثال بالتفصيل في حلقة عن شهادة ألف التراكمية. أصل المبلغ بتاع حضرتك أصبح 1000 جنيه، العائد حاليا في نهاية أكتوبر 2020 10.25%. الجدول اللي قدام حضراتكم ده بيشرح السنين، يعني السنة الأولى الثانية الثالثة لحد العشرة، بعد كده المبلغ العائد السنوي البسيط قد إيه، وبعد كده قيمة العائد اللي أنا خدته خلال السنة، وبعد كده المبلغ زائد العائد في كل سنة. في السنة الأولى أنا المبلغ بتاعي 1000 جنيه، العائد عليه 10.25%، هيديني قد إيه؟ هيديني 103 جنيه. حسبتها إزاي؟ بضرب العائد في المبلغ وبعدين أقسمه على 100، فبيديني العائد اللي هو 103 جنيه. بجمع المبلغ اللي هو في أول السنة مع العائد فبيديني 1103 جنيه. ال 1103 جنيه ده البنك بيبدأ بيهم السنة الثانية، ففي السنة الثانية أنا بدأت ب 1103 بضربه في سعر العائد اللي هو 10.25% فبيديني 113 جنيه. في نهاية السنة الثانية أنا بجمع ال 113 جنيه على المبلغ اللي أنا بدأت به في السنة الثانية اللي هو 1103 فبيديني 1216 جنيه. في السنة الثالثة ببدأ بالمبلغ اللي هو 1216 جنيه. شهادة متاحة للمصريين وغير المصريين. ومعنا شهادة المجموعة ب، وشهادة المجموعة ب لها 3 مدد زمنية، سنة وسنتين وثلاث سنين. الشهادة اللي هي 3 سنين تبدأ من 500 جنيه والمضاعفات، ودورية العائد ربع سنوي، والعائد انخفض بدل ما كان 9.25% أصبح 9%، ودي متاحة للمصريين وغير المصريين. وعندنا شهادة المجموعة ب دي مدتها 2 عامين، بتبدأ من 500 جنيه والمضاعفات، يعني 500 1000 1500 2000 وهكذا. المجموعة ب اللي مدتها 2 سنين انخفض العائد 3%، يعني أصبحت 6.5% بدل ما كانت 9.5%، وبتبدأ من 500 جنيه والمضاعفات. شهادة لمدتها سنة، ودي شهادة أكبر عملية انخفاض، 4.25% وأصبحت 6% بعد ما كانت 10.25%. الشهادة بتبدأ من 1000 جنيه والمضاعفات، المدة سنة، دورية صرف العائد شهري. والشهادات كلها متاحة للمصريين وغير المصريين، ودي الشهادات اللي حصل فيها تغيير في البنك الأهلي المصري. وفي أيضا الشهادة اللي هي مجموعة جيم، والشهادة المجموعة جيم دي جوائز، يعني ما لهاش أي فايدة وأي عائد. الشهادة بتبدأ من 5 جنيه، 10 جنيه، 50 جنيه، 100 جنيه، 500 جنيه، و1000 جنيه. الشهادة دي بتخش عمليات سحب، ممكن تكسب 30,000 جنيه أو 15,000 جنيه أو 1000 جنيه أو 500 جنيه أو 200 جنيه.
وهنسيب لحضراتكم صورة توضح لحضراتكم السحب الأخير اللي تم على شهادة المجموعة جيم، لأن البعض من حضراتكم طلب إيه هي الجوائز وإزاي بيتم عملية السحب، فإحنا هنسيب لحضراتكم صورة توضح لكم آخر عملية سحب تمت على الشهادة، والشهادة دي اللي بيفوز البنك الأهلي المصري بيتواصل معاه ويبلغه بقيمة الجائزة. الشهادات اللي هي ملك بنك الاستثمار القومي بيصدرها البنك الاهلي المصري نيابة عن بنك الاستثمار لها بعض الشروط. رقم واحد ان هي اسمية، اسمية يعني لا يتم تداولها او رهنها او نقلها او انك انت تعملها باسم حد تاني بعد ما انت عملت الشهادة وحبيت تغيرها باسم حد تاني ما ينفعش، فهي بتظل باسمك حتى نهاية فترة الشهادة. الشهادة ممكن تقترض بضمانها حتى 90%، ودي ليها شروط، وعادة بيكون بسعر 2% فوق سعر العائد الخاص بالشهادة. ممكن تاخد عليها بطاقة ائتمان أو ما يسموها بطاقة مشتريات أيضا لحد 90% من قيمة الشهادات، لأن الشهادات بتعتبر ضامن للقرض أو ضامن لبطاقات الائتمان. ممكن الشهادة دي تعملها على سبيل الهبة أو التبرع، إنك أنت تهب الشهادة دي أو تتبرع بيها لشخص ما. الشهادة دي متاحة للمصريين وغير المصريين، بيشترط إنك أنت يكون لك حساب في البنك الأهلي وبعدين تقدر تشتري في الشهادات المتاحة. بالنسبة لغير المصريين إقامة أو يكون بقاله 5 سنين في مصر وبعد كده بيفتح حساب في البنك الأهلي ويقدر يشتري في الشهادات. في حالة وفاة صاحب الشهادة بيتم استرداد الشهادة فورا، بمجرد علم البنك بحالة الوفاة بيتم استرداد الشهادة. الشهادة دي أو أي شهادة عموما لا يتم عملية الاسترداد إلا بعد مرور 6 شهور، ودي قاعدة عامة في كل الشهادات لازم نبقى عارفينها. لو أنت رحت ربطت شهادة لا يمكن تغيير الشهادة إلا بعد مرور 6 شهور. الانخفاض اللي حصل في شهادات الاستثمار سواء كانت ألف أو ب دي على الشهادات الجديدة، يعني اللي عامل شهادات قبل كده تظل الشهادات سواء عاملها سنة أو سنتين أو 3 سنين أو 10 سنين، تظل الشهادات اللي تم شرائها قبل اليوم تظل ثابتة حتى انتهاء فترتها بالعائد القديم. لكن اللي هيروح من بكرة يشتري الشهادات سواء ألف أو ب هيكون بأسعار العائد الجديد اللي احنا اتكلمنا عنه من شوية. بالنسبة للشهادات اللي هي ملك البنك الأهلي اللي هي اسمها البلاتينية أو الخماسية أو البلاتينية المتغيرة، دي لم يحدث فيها أي تغيير حتى تاريخه، طبعا متوقع أنها تنخفض خلال الفترة القادمة. الشهادة البلاتينية اللي هي مدتها 3 سنين وثابتة ب 11% ودورية العائد شهري، والشهادة الخماسية اللي هي مدتها 5 سنين دي أيضا سعر العائد 10.25% ودورية العائد شهر. الشهادة الخماسية دي بتبدأ من 1000 جنيه والمضاعفات والمدة 5 سنين وسعر العائد زي ما هو 10.25%. وفي الشهايد اللي هي المتغيرة ودي 8.5% ودي بتتغير من آن لآخر على حسب توجهات البنك المركزي ولجنة السياسة النقدية، يتغير أسعار الفايدة للشهادات المتغيرة. السؤال اللي بيطرح نفسه، طب توقعات أسعار الفايدة خلال الفترة القادمة؟ طبعا هو مؤكد بعد النزول الكبير اللي حصل في شهادات الاستثمار، في تقديري الشخصي كل الشهادات اللي موجودة في القطاع المصرفي على نهاية 2021 هنلاقيها نزلت في المتوسط وصلت ل 9%. أما بالنسبة للشهايد المتغيرة فدي متغيرة على حسب قرارات البنك المركزي، هي حاليا 8.25%، فأتوقع أن هي أيضا تنخفض 2%، يعني ممكن نوصل نلاقيها 6.25%. شهادات اللي بتصدرها البنوك الإسلامية دي بتتوقف على حسب أداء البنك واستثماراته، يعني بيشوفوا الأداء كان إيه وبعد كده يتم حساب العائد. في النهاية بنك الاستثمار القومي خفض أسعار الفايدة على شهادات المجموعة ألف وب ما بين 0.25% إلى 4.25%. الشهادات دي بيصدرها نيابة عن بنك الاستثمار القومي البنك الأهلي المصري. الشهادة اللي هي مجموعة ألف اللي هي تراكمية أصبحت 9.5% بدل ما كانت 10.25%. أما شهادات المجموعة ب اللي مدتها 3 سنين أصبحت 9%، اللي مدتها سنتين أصبحت 6.5%، واللي مدتها سنة أصبحت 6%.
توقعات ان البنوك هتتجه لخفض اسعار الفايده خلال الفتره القادمه، توقع خلال عام 2021 الشهايد تكون في المتوسط 9%. نشكركم، ما تنسوش تشتركوا، شكرا لاصدقائكم، وفعل خاصيه الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ريت حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك.